والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا وضاف بلائنا وضاف بلائنا وضاف بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا احي لنا من أمرنا رشدا، ربنا احي لنا من أمرنا رفقا، ربنا احي لنا من أمرنا مرفقا، آتنا بنياتنا، أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت حميمي في الدنيا والآخرة، أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا بوحي سيارة، لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالى أنكما توجهاننا من الدرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك وحب نبيك العالى، ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكم. اللهم أنت حافظنا، أنت ناصرنا، أنت حادينا، أنت راشدنا، أنت دليلنا، أنت ولينا. ارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا، ولا تبتلينا بذنوبنا، ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وهب لنا من لدنك الرحمة، إنك أنت الوهاب، أنت الوهاب، أنت الوهاب. بحرمة نبي سيد الأبرار، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء اللہ کے سامنے فقیر ہو، تمہاری کچھ حیثیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریفوں کا مالک ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں.